في سؤال لقدسك على موضوع الراحة اللي تتكلم فيه قدسك على موضوع الفرصة الأخيرة، يعني على سبيل المثال لو واحد تعرض مثلا لجماعة تعرضوا له مثلا تقطعك عربية أو ماشي، دي فرصة أخيرة تعرضوا له، قال تغير دينك لا لإما نذبحوك ونعملوا فيك كذا وكذا وكذا، وهل الإنسان دي كان بعيد كل البعد عن ربنا ولا بتصلي ولا بتصوم وعايش في الخطيه، هل ربنا يقبله؟ عشان اعترف بالمسيح. بشكرك يا استاذ مينا. عندك سؤال تاني؟ تمام. تقول ايه الاستاذ مينا؟ السيد المسيح لما ضرب المثل اللي كانوا في الحقل وكانوا في ناس الساعة التاسعة وفي ناس بتوع الساعة الحادية عشر، قد يكون الأخ ده زي اللص اليمين وزي بتوع الساعة الحادية عشر اللي ربنا قبلهم. الله يريد الجميع يخلصون، كونه هو اعترف بالسيد المسيح في اللحظات الأخيرة في حياته ربنا يقبله طبعا، لأنه ده اعترف بالمسيح وسلم الروح. بس هل كل واحد يضمن أنه يستنى للحظة دي عشان يعترف بالمسيح؟ ده الموضوع، الفرصة الأخيرة. لا تنتظر، ودايما خلي التربة بتاعتك تقبل التوبة والنصيحة. ما السيد المسيح ضرب بأنواع التربة وقال إن في بعض سقط على الطريق وبعض سقط على أرض محجرة، أهو زي واحد سمع العظة في جنازة وأرض محجرة، أو شوك وكان في شوك خنقها، بعد ما سمع قال آه فعلا أقدم توبة، وبعد ما خرج من الكنيسة ما رجع تاني للحياة. ده في ناس بتروح بعد ما يدفنوا المنتقل ومتأثر جدا، وأنا لازم أرجع لربنا. صحيح. أول ما يخرج ويرجع للحياة خلاص. صحيح. لا، خليك مثل الأرض الجيدة اللي هي أول ما تسمع كلمة الله نكون سامعين وعاملين بالكلمة بيها.